28 سنة إنجازات، قاعد قدامي قيمة كبيرة جدا، مدير فني ومدير جهاز ورئيس جهاز الكاراتيه، صديقي العزيز جدا دكتور مراد عاصم. دكتور مراد برحب بيك، مشرفني ومنورني النهاردة في حصاد الأبطال. ربنا يخليك ويسعدك، ويا رب دايما النادي الأهلي من بعدي يفضل محتفظ بصدارته في الكاراتيه، لأن 28 سنة دي كتير قوي. وأنا الحقيقة لما بقعد قدام قيمة كبيرة 28 سنة إنجازات، ده احنا نقعد نتكلم فيها أربع خمس أيام، لا سنة سنتين كمان. والله كان حد سألني يعني أنتوا عملتوا إيه إنجازات في الكاراتيه في النادي الأهلي؟ فقلت له ده الموضوع محتاج كتاب، فأقدر أقول شوية أرقام بسيطة كده على آخر إحصائيات عملناها من خمس سنين. من خمس سنين. يعني في خمسة لسه ما دخلوش في الإحصائيات. لسه ما احنا ما عندناش وقت قوي كده، مش فاضيين. كان من خمس سنين كان عندنا 160 تتويج دولي. ما شاء الله. من خمس سنين كنا أكبر نادي في العالم في ممارسة الكاراتيه من حيث النتائج والأعداد. ما شاء وما الله. زلنا. ما شاء الله. النادي الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي في قوامه 100 واحد في الجهاز. بالثلاث فروع طبعا. ما شاء الله. النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي فيه جهاز استمر فيه هذا الزمن مستقر. ما اعتقدش في العالم. اعتقد مستقر. 28 سنة. مستقر. يعني رقم مستقر. يعني طبعا في شوية مناوشات خفيفة، لكن مستقر يعني ايه؟ يعني ما فيش إدارة بتتدخل تقول لي عايزة اللاعب ده أو المدرب ده أو الإداري ده. محدش قال لي انت بتعمل ايه طوال ال 28 سنه. هو بس هاخد من كلام حضرتك، محدش قال لي ايه، او محدش بيتدخل في صميم عمل الدكتور مراد عاصم عشان في ثقه من مجلس الاداره وهو ده النادي الاهلي. محدش قال لي انت. يعني كل الدنيا في الرياضه بتشتكي من تدخلات. انا الحقيقه سعيد جدا بمجالس اداره النادي الاهلي على مدار 28 سنه اللي ما كانوش بيعملوا اي تدخلات، وسايبنا نعمل شغلنا باحترافية شديدة جدا، وده أدى للنتيجة دي. مش أنا، الاستقرار ده هو اللي أدى للنتيجة دي. خلينا هنتكلم الموضوع مع دكتور مراد عاصم، هنتكلم كتير وهنفتح كل ملفات الكاراتيه في النادي الأهلي، لكن خلونا نروح لتقرير عن لعبة الكاراتيه في النادي الأهلي وترجعوا لنا مرة تانية. كما هو الحال في باقي فرق النادي الأهلي، تواصل كتيبة الكاراتيه كتابة التاريخ داخل جدران القلعة الحمراء بالإنجازات التي تحققها سواء محلياً أو إفريقية. وكان لتحقيق أبناء الأهلي الفوز بأكثر من 180 تتويجاً دولية خلال الفترة الماضية كفيلاً بأن تحصل القلعة الحمراء على تصنيف من الاتحاد الدولي للعبة كأكبر نادي في العالم يضم لاعبين وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات في العالم. كان آخر إنجازات لاعبي الأهلي في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في صالة استاد القاهرة الدولي، واستطاع فيها أبناء الشياطين الحمر حصد 6 ميداليات عن طريق إسلام حسني صاحب فضية كاتا جماعي، ومصطفى غباشي المتوج بفضية كاتا جماعي، وعلي الكومي صاحب برونزية كاتا جماعي، ومحمد رمضان صاحب برونزية كوميتي تحت 84 كيلوغرام، وحبيبة ماجد صاحبة برونزية كوميتي 68 بلس كيلوغرام، وآية هشام خامس كاتا فردي سيدات، وكريم أبو عيطة خامس كوميتي تحت 60 كيلوغرام. وكان لجيانا فاروق نصيب الأسد من الميداليات بعدما توجت بست ميداليات ذهبية منذ عام 2011 وحتى الآن، وهم ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة، وذهبية بطولة العالم للسيدات في 2012، وذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة في 2013. كما استطاع جيانا الفوز بأربع ميداليات ذهبية فردي وسيدات في بطولة العالم عامي 2014 و2016، بالإضافة إلى الفوز بذهبية جميع البطولات التي شاركت فيها إفريقيا ومحلية بخلاف برونزية أولمبياد طوكيو 2020، لتصبح أول لاعبة مصرية
تحقق هذا الإنجاز في لعبة الكاراتيه التي دخلت الألعاب الأولمبية هذا العام للمرة الأولى والأخيرة. ولولا الخطأ التحكيمي لكانت نافست على الميدالية الذهبية لتحصل على تكريم من إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمكافأة الحصول على الميدالية الذهبية. وكان مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي من ضمن أفضل اللاعبين الذين قدمهم الأهلي لمصر في لعبة الكاراتيه، حيث سبق له وأن حقق 4 ميداليات ذهبية في بطولات العالم بمختلف الفئات. وكان للنادي الأهلي صالة واحدة للعبة الكاراتيه وكانت توجد في فرع مدينة نصر، قبل أن يقوم المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب بافتتاح الصالة الثانية بفرع الجزيرة، وفي الفترة المقبلة سيتم افتتاح الصالة الثالثة بفرع الشيخ زايد، لتستمر مسيرة القلعة الحمراء في كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات سواء للنادي أو لمصر كما اعتاد طيلة تاريخه في مختلف الألعاب. زي ما شايفين قدامنا إنجازات وأرقام وتاريخ كبير في النادي الأهلي بيكتبوا أبطال الكاراتيه. عشان كده لازم نكون معانا دكتور مراد عاصم عشان هنبتدي نسأله ونخش في التفاصيل. 28 سنة إنجازات دكتور مراد، 28 سنة إنجازات، استقرار إداري واستقرار فني وعدم تدخل مجلس الإدارة. قبل ما نطلع التقرير قلت لي كده مظبوط، عايزك تشرحها لي. بص، احنا ابتدينا، انا جيت النادي الأهلي لانه كان فيه شوية مشاكل ما بين أولياء الأمور والمدربين وبقت الجو سخن، فقالوا يعني دي لعبة صغيرة ما في النادي وما يعني ما لهاش نتائج وما الدوشة دي بتاعت ايه، عايزين حد يكون قادر على إدارة الموقف. والموقف كان صغير قوي، كان في اعتقد 70 لاعب في النادي الأهلي ولا حاجة من أبناء الأعضاء العاملين. وكان كنت بلعب ساعتها 93، دي كنت لسه لعيب، أنا بتفرج على الكاراتيه بصراحة. كنت لسه صغير. بس تقول ان انا عجزت يعني؟ لا انت. وكان في 70 عضو رياضي. رياضي؟ اه، بس عشان الكلمه تبقى واضحه، 70 عضو رياضي و70 عضو عامل. 140 ولد عندنا في او بنت في داخل جهاز الكرة. ده على الورق. ده على الورق، كويس. فحصلت شويه مناوشات نتج عنها ان الجهاز استقال وطلبوني. حلو. وانا وقتها كنت عضو لجنه فنيه في الاتحاد الدولي. تمام. فاستغربت. يا جماعه يعني الدنيا مليانه ناس انتوا. فقالوا احنا عندنا مشكله. وحصل اتصال برئيس الاتحاد وقتها كابتن نادر شريف. وقالوا له احنا عايزين، لان احنا سمعنا ان الراجل ده ممكن يرتب الاوراق يعني. وانا ما كنتش عايز اجي، لان انا كان نفسي اجي النادي الاهلي قبل كده ب15 سنة بس ما امكنش. مش هقول لك سنك كام. خالص. مش هقول. ولا انا هقول. خلاص. الوقت كان بالنسبه لي متاخر قوي. وانا عضو لجنه فنيه في الاتحاد الدولي، ورئيس لجنه فنيه افريقيه، ورئيس لجنه فنيه عربيه، ورئيس لجنه فنيه المصريه. ما شاء الله يا دكتور. في الموقف ده تروح نادي انت كده هتخل بالمسار. ومفروض ان انا سالت رئيس الاتحاد يعني هسيب باللجنه؟ قال لي لا. قلت له ازاي؟ متعارض. ده في هنا تعارض مصالح. طبعا. قال لي احنا عارفينك كويس، انت راجل فير ومش هتخل. كويس. وده النادي الاهلي. وده النادي الاهلي، ومش معقول اتحاد الكاراتيه يسيب النادي الاهلي يخرج بره منظومته. فلازم نحل لهم المشكله. خاصة النادي الاهلي راح اشتغل فيه كوادر كتيرة كبيرة. ورحت وقعدت واتكلمنا وكانت قعدات ساخنة جدا لحد ما قدرنا نتوصل لاتفاق ان احنا نبتدي شغل في النادي الاهلي بموافقة الاتحاد. وابتدينا من الصفر، لان انا رحت لقيت ال 140 اللي على الورق دول كان بقى مش موجودين. فانا مش عارف مش موجودين ليه. فقررت ان انا احدد مواعيد للتدريب ونروح نقعد في الملعب نستنى اللعيبه. وقعدنا قرابه الشهر ما عندناش ولا لاعب، لان احنا ابتدينا في ديسمبر 93 وده شتاء واحنا ما عندناش ملعب. كانوا بيتمرنوا في الباتيناج او قدام الجامع
او ورا السور او تحت الترابيزه او اي حته يلاقوه. ما كانش فيه. عجبني قوي البدايه اللي انت بتقولها بوضوح، ما كانش عندنا لكن دلوقتي عندنا كمان بعد. لا عندنا كتير. نكمل. عندنا كتير. لا عايز اكمل القصه. طيب. القصه نفسها. فقعدنا في الملعب انا واداري واتنين مدربين، قلت لهم احنا موعدنا كذا هنيجي نقعد في مكان شغلنا كاننا فاتحين دكان، محدش جه، هنشرب شاي ولحد ما التمرين يخلص من غير ولا لعب. وبعدين بدات تندع بقى. كويس. جالنا واحد حلو، انا مش بهزر، لاعب واحد انا يعني بسمع كويس جدا بصراحه الموضوع. من فضلك مرنه. تمام. قال لي، قلت له واحد مرنه. الواحد ده تاني مره جاب معاه واحد صاحبه في تمرين، في تمرين، فجاه في اتنين في خمسه في عشره، قول بقينا 30. حلو. نشتغل مع بدايه الصيف. اولياء الامور القدامه اللي عارفين القصه والمشاكل وهو قال لك ده الراجل مشغال، طب تعالى نروح. فجم، فابتدينا نستقبلهم وحطينا اول نظام لمدارس الالعاب في النادي الاهلي. احنا عاملين اول نظام مدارس العاب في النادي الاهلي، قبلنا ما كانش فيه مدارس العاب. وحطيت له نظام سداد اشتراك رمزي 20 جنيه لكل لاعب في الشهر، وحطيت له نظام اعفاءات، اللي يجيب مركز قاهره او جمهوريه يعفى من الاشتراك لمده سنه، اللي يجيب مركزين يعفى سنتين، اللي يجيب ثلاثه يعفى ثلاثه، اكتر من كده مفيش. خلاص اخرنا 30. اللي يجيب ثلاثه ويعفى ثلاثه يرجع يدفع من اول وجديد. كويس. والكاراتيه في النادي الاهلي يعني كان مسماه لعبه قطاع ممارسه مش قطاع بطوله. دي حقيقه. مش مهتمين، مش مهتمين، هو مش موجود فوق على خريطه قطاع البطوله. مش وده موضوع مش ما يشغلنيش. بالظبط. يعني احنا ده النادي بتاعنا، دول ولادنا، دي لعبتنا اللي احنا بنحبها، دي قطاع ممارسه واحنا نجيب بطوله عشان احنا حابين ده. من قطاع ممارسه لميدالية اولمبيه. وكمان بطولات عالم في السكة كتير. قول لي. لا كتير. قول لي وافريقيا وعرب. يا دكتور عايز اعرف وصلنا ازاي، البلان اللي اترسمت. طيب. عشان نوصل لده. الله يرحمه، الله يرحمه الاستاذ سمير عبد ربه رحمة الله عليه. يا رب. اديت له البلان بعد اجتماع موسع كان بيحضره كابتن محرم الراغب، وكان بيحضره كابتن سمير، وكان بيحضره كابتن عدلي القيعي، وكان بيحضره ناس كتير يمكن انا ما اقدرش افتكرهم كلهم. وقلت لهم انتوا عايزين ايه؟ عايزيني ليه؟ فقالوا لي عايزينك علشان نعمل فرقه ونكسب. قلت لهم طب المده قد ايه؟ فكابتن محرم راغب رد عليا رد الحقيقه سينمائي درامي جدا. قال لي طول العمر. قلت له ده في افلام عبد الحليم حافظ. مفيش حاجه اسمها طول العمر. قال لي خلاص سيدي نخليها 10 سنين. بس هو ده بلان النادي الاهلي ان دايما عايز يعمل الطلعه لما تطلع تبقى مستقره للاخر. للاخر خالص. للاخر. مظبوط. فقال لي طب 10 سنين. قلت له هو العمر فيه كام 10 سنين؟ ربنا يديك صحه دكتور. نحاول. تمام. بس عشان نعمل كده سيبونا نحط خطه وننفذها. سيبوني في حالي. مفيش دعوه بيه. حلو قوي سيبوني في حالي دي. وانا هعمل شغل ان شاء الله لسببين. بس عرضت عليهم خطه. طبعا. عرضت. لا لا خطه مكتوبه. عرضتها كلها. وتوافق عليها. تمام. القطاع التعليمي والمدارس والاشتراكات والنظام والى اخره. قطاع وقلت لهم انه خلوا بالكم ان احنا اكبر سن موجود عندنا بيحقق 9 و10 سنوات، انا محتاج 10 سنين يوصلوا عشان اقدر اوصل لدرجه اولى. مظبوط. قالوا بيدينا ويديك الصحه وطول العمر. وابتدينا نشتغل على المراحل الصغيره. اول بطوله اتعملت في داخل النادي الاهلي كانت بعد ما جيت بسنه ونص، واحنا كنا مشاركين فيها لحد 12 سنه. وخدنا اول قاهره واول جمهوريه. فتحه الخير. ولقيت ان في ناس زعلانه جدا من الموضوع ده. احنا مش عاملين حساب كده. قلت لهم طب اعمل ايه يعني؟ ما انا مش هخسر. هفتكر حاجه. رحمه الله عليه استاذ عباس الريدي. كنا احنا في الهاندبول بنكسب كتير والالعاب بتكسب وكده. دخلت له مره. قال لي كفايه مكسب، مفيش فلوس، هنديك فلوس ازاي؟ كفايه مكافئات. انا بسمع الكلام ده كتير. بسمع الكلام ده كتير قوي. اكيد اكيد ده حب النادي الاهلي اكيد. انا ما عنديش مشكله واحنا ما عندناش مشكله. طبعا. احنا عايزين نكسب. احنا عايزين نشوف ولادنا على منصات التتويج. لينا وليهم وللاهلاويه ولشعب مصر كله. طبعا. ده هدف. تارجت. واحنا ابتدينا رياضه عندما لم يكن هناك للرياضه تمويل.
فاحنا الثقافه عندنا مختلفه عن ثقافه الجيل الحالي. تحقيق الهدف حتى لو كان على حسابنا الشخصي ما عندناش مشكله. هو اجيال بتسلم اجيال، اجيال مختلفه شويه، يعني ده جيل وفي جيل النهارده ظروف الحياه اتغيرت. ظروف الحياه بالظبط، ظروف الاليه الحياه اتغيرت. ما اقدرش احاسب الجيل الحالي صح. على انه مهتم بالدخل، لان الدنيا غليت. هيعمل ايه؟ هياكل طب؟ ما لازم يطلب، هو فده طبيعي مفيش مشكله. لكن انا النقطه المحوريه في حياتي في النادي الاهلي كانت مع كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه، من النماذج التي لن تتكرر دي حقيقه. وكانت نقطة محورية خلافية. كابتن صالح كان له وجهة نظر محترمة جدا وصحيحة، انه ما ينفعش نبقى في داخل الإطار الاجتماعي عاملين تمرين رياضي. ما ينفعش جوه الكلاب هاوس الاقي لعيبة خارجين من دورة المية لابسين بدل كاراتيه، وده منطقي جدا. ما ينفعش، كلام محترم جدا. ما ينفعش قدام المطعم بين المطعم والجنينة الاقي ولاد بتتمرن كاراتيه في وسط الناس اللي قاعده اجتماعيه خالص في كبار وهو قال الكلام ده اكتر من مره، واحنا ما كانش عندنا مكان. فكنا بنتصرف الحته اللي هي فاضيه بتروح بنروح نتمرن فيها. ما كنتش بتتضايق من الكلام ده يا دكتور؟ بصراحه لا بتضايق، بس انا ما اتضايق اتفلق، لازم الشغل يتعمل. مش حاجه اسمها اتضايق، يعني لازم الشغل يتعمل كويس. فالكابتن صالح في كان عائد من لندن بقاله مثلا يومين ثلاثه، وجاي نادي العصر وجاي من ناحيه حمام السباحه، لقى قدام المطعم كان في حته بلاط كده قدام المطعم بين المطعم والجنينه في مدخل الكلاب هاوس، لقى فرقه كاراتيه بتتمرن، وانا قاعد الناحيه الثانيه في الجنينه بقى عشان اتابعهم. مظبوط. ووقف وشاور بصباعه، وانا متوقع طبعا الحوار ايه، فرحت قايم رايح. ايه ده؟ حوار طويل ملوش لازمه دلوقتي، حوار خلافي طويل. قلت رايي بصراحه من غير ما اغلط، من غير ما يقل ادبي. وهو زعل جدا، هو ده النادي الاهلي، هو زعل جدا ان انا رديت. ودخل يتحقق، فلقى ان الكلام اللي انا قلته منطقي. قال لهم الله، ده الراجل ده متربي كده. ده ما قالش حاجه غير انه انا ما عنديش حل غير كده. يعني الراجل ما عملليش حاجه، ده انا لو مطرحه كنت هديت الدنيا. الكلام ده فيه شهود عليه على فكره. اه طبعا. وكابتن صالح سليم قام بإصدار جواز سفر دبلوماسي ليا يوميها. أنا كنت متوقع إنه هترفض، أنا قاعد مستني أترفض بقى خلاص. أنا رديت على كابتن صالح أما في كلام هترفض، هترفض هترفض 100% وهروح في داهية، بس أقول الحقيقة. ده اللي أنا عارفه عنك بصراحة. وكابتن صالح بعدها بنص ساعة ولا حاجة استدعى الكابتن عدلي القيعي، كان مدير النادي وقتها، واستدعى اللواء الله يرحمه اللواء هاني عبد العال، كان مدير النشاط الرياضي. وكده بالنسبه لي انا تحققت الرؤيه، ان بجايب مدير النشاط ومدير النادي بيطلع لي قرار فصل، وانا راضي ما عنديش مشكله. كويس. ودخلوا قعدوا في الاوضه ساعه 2 3 ما طلعوش. وايه ابي؟ طب بيحضروا الورق، بيحضروا الورق اكيد. وخلاص الساعه 11 وهم روحوا ما حدش كلمني لا طلبني ولا قال لي انت بتعمل خلاص. تاني يوم جالي احد العاملين في الاداره وقتها، قال لي يا عم. قلت له ايه؟ قال لي انت عديت. ليه؟ قال لي كابتن صالح دخل سأل على الكلام اللي انت قلته له، فقالوا له اه مظبوط. قال لهم يعني الراجل اللي عامل شغله؟ قالوا له اه مظبوط. قال لهم طب اللي هيقرب له تاني انا هرميه بره النادي بقى. ده يعمل اللي هو عايزه. احنا النادي الاهلي اللي بيشتغل عندنا احنا لازم نساعده ونقف معاه. مظبوط. والراجل ده بيشتغل وانا مش عايز حد يجي ناحيته تاني. طول ما انا موجود في النادي الاهلي مالكوش دعوه بالراجل ده. حلو جدا. السر التقدم الحقيقي والدفعه الحقيقيه ليا كانت من الكابتن صالح سليم. هو ده الباور. سنه 95 كنا لسه بنفتتح فرع مدينه نصر جديد، وحصل انطلاق باعداد رهيبه جدا. وصلنا كام يا دكتور دلوقتي؟ لا ما اقدرش احصر، يعني لو غشيت من الكابتن عدلي القيعي هقول ان تسجله في النادي الاهلي بغض النظر عن مين استمر ومين اعتزل والى اخره قرب ال 100,000 على تاريخ النادي؟ على تاريخ، على تاريخي انا، على تاريخ النادي في الكاراتيه. مع يعني من 93 لحد النهارده تقريبا، اعتقد ان اللي موجود على الاوراق اتسجل لممارسه رياضه الكاراتيه يصل في حدود ال 100. عندي 160 لقب دولي. دولي بطولات عالم، عرب وافريقيا ومتوسط وعالم. عندي 160 تتويج. ازاي وصلنا للتتويج العالمي مش الافريقي ولا العربي؟ هقول لك، هما كلمتين صغيرين. العداله، العداله في اختيار العناصر اللي هتمثل النادي الاهلي. مفيش فرصه، مفيش واسطه، مفيش ده ابني وده ابنك، مفيش ده ابن فلان، مفيش.
العدالة. العدالة اللي مبنية على آليات لا يستطيع أحد أن يشكك فيها. عارف فكرتني بإيه؟ لا هقولها بقى على الهواء بصراحة شديدة. بصوا يا جماعة، أنا كنت بشتغل في نشاط رياضي النادي الأهلي، ماسك قطاع النشاط الرياضي في النادي الأهلي. الدكتور مراد عاصم كان رئيس جهاز الكاراتيه ساعتها. وبصراحة شديدة على مدار 7 سنين، والله العظيم ده حق ربنا لازم أدوله على الهواء قدام الناس. 7 سنين عندي مشكلتين فقط. وهفكره بمشكلة منها بكلمه في التليفون. كان عندي جالي أولياء الأمور في النادي الأهلي وعندهم مشكلة. أنا طبيعي جدا في شغلي لازم أرفع التليفون على رئيس الجهاز دكتور مراد، أنا عندي مشكلة. قال لي خالد عندك مشكلة فين؟ قلت له أكيد في أهلي مدينة نصر، كان بيضحك معايا يعني. والراجل رد عليا مشكورا، قال لي بص أنا في عربيتي وأنا جاي على أهلي مدينة نصر، أنا جاي من أهلي الجزيرة على أهلي مدينة نصر، إديني 10 دقايق. 10 دقايق قلت لهم اتفضلوا، قعدتهم قدام النشاط الرياضي بصوا تقريبا 9 دقايق، 10 دقايق دكتور مراد داخل من باب النادي قال لي فين المشكلة؟ بصيت الناس قلت لهم الراجل المسؤول اهو وهخليه يرد على الكلام ده دلوقتي. عالجت المشكله في اقل من نص ساعه. مشاكل اولياء الامور، قلت لي عداله، وقلت لي هو ده الاساس. كل الناس بتشتكي من مشاكل اولياء الامور ما عدا دكتور مراد عاصم. لا انا بشتكي كولي امر. تشتكي كولي امر؟ انا كولي امر ليا شكوى. حلو. لكن انا كمدير جهاز اي شكوى بتتقدم لي بسمعها. 7 سنين حصل. انا بسالك لا ما 7 سنين يخش لي مشكلتين الاليات. انت النهارده كل واحد فينا عايز ابنه يبقى كويس. مظبوط. فلما يجي ولي امر يقول لي حاجه عن ابنه لازم اسمعه كويس، لانه هو اكيد عايز مصلحه ابنه. هفكرك يوميها قمت كل الناس بعد نص ساعه بيضحكوا معاك، قلت لهم انتوا بتضايقوني انا، واول ما يجي دكتور مراد تقعدوا تضحكوا معاه. لا هو عاجبني جدا انت الاليات بتاعت الحل مش عندك اكيد، مش انت المدير الجهاز اكيد، لكن انا الاليات عندي. مظبوط. احيانا بيكون ولي الامر له طلب مش في محله مش سليم، فلما اشرح له بالتفصيل لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها يبقى انا النهارده بختار فرقه النادي الاهلي ازاي؟ بجيب حكام الاتحاد واعمل بطوله جوه النادي الاهلي منفصلة حكام الاتحاد مالهاش دعوه بالدنيا. كويس. الكسبانين فيها هم اللي هيمثلوا النادي. حضرتك مش طرف. مش طرف. ادي اخترت معلش هقطع سريعا معاك الحقيقه انا اسف يعني. لا لا اخترت ابطال الدوري العالمي او بطوله العالم صاحب الدوري العالمي، اخترت ابطال كتيره جدا تمثل النادي، اخترتهم على اي اساس؟ بص انا عندي اليتين للاختيار. تمام. الاليه الاولى ان بيعمل بطوله النادي واخد اللي كسبانين فيها بالحكام. في آلية تانية في الفرق الجماعي، لأن أنا عندي فردي وجماعي. فرق الجماعي محتاجة خبرة ورؤية فنية. في الكتة مثلا محتاجين تناسق في الشكل والطول والوزن والشعر. أنت اللي بتختار؟ في ده أنا اللي بختار وبنفسي وفي كل الأعمار. محدش يشارك الدكتور مراد عاصم في رأيه؟ أخد رأيهم. هم قاعدين جنبك. أخد رأيهم. لكن الفاينل قرار عندك. ليه؟ لأن المدرب عنده 3 والتاني عنده 4 وده عنده 5، كل منهم هيبقى ولاؤه لاولاده فممكن يبقى متحيز. عمرك ما قابلت في شغلك؟ خالص. عشان بس الامانه في مجامله كريمه مقبوله مسموح بيها ان انا يبقى عندي 7 لعيبه ومسموح لي بتسجيل 8. موافقك. ففي هنا مكان فاضي. موافقك. المكان الفاضي ده نستخدمه للاحتكاك. لاحسن الوحشين لان هو في كل الحالات هنقول انت بتاخد ال7 ترتيب من 21 اساس ما فيهوش كلام. لكن في مكان فاضي انا العدد ما يكملش، عدد الجيدين اللي ممكن ينافسوا ما يكملش. في عندنا واقعه المفروض ان اعضاء النادي الاهلي بيسمعوني. مظبوط. ان احنا وصلنا ان في 7 وفاضل مكان فاضي مش معقول اسيبه لانهم مش جاهزين المنافسه. حرام. مظبوط. لا ينافسوا عشان ثاني سنه ينفعوني. وكان عندي 2 وحشين والاثنين هيخسروا ومن اول ماتش. لو انا اخترت واحد منهم التاني هيقول لي انا كنت هكسب. صح. جبت الاثنين باولياء امورهم. الاثنين ولادكم دول ما ينفعوش في المنافسه. وانا مدخلهم من باب الاحتكاك. اي واحد اختاره هيخسر ده او ده. انا بكلم اولياء الامور. يبقى انا لو اخترت واحد فيهم التاني هيبقى متضرر. ايه رايكم نلغي الاثنين ولا ناخد واحد منهم؟ قالوا لا ناخد واحد منهم. قلت له ناخد انهي واحد منهم؟ ابنك ولا ابنه؟ قدام بعض. قدام بعض. سلام عليك. قالوا لي ما نعرفش. قلت لهم ولا انا. نعمل قرعه.
نعم هيعمل قرعه. ما هم الاثنين خسرانين ووافقوا وعملنا قرعه وخدنا منهم واحد ولعب وخسر. مفيش كلام. لا خلاص بقى. جيانا فاروق حققت اولمبيات برونزيه واتظلمت في السيمي فاينال. ورئيس الاتحاد الدولي زعلان قوي ان انا قلت كده. عايز اسال سؤال. ناخد حقنا ازاي؟ ميداليه اولمبيه انا عارف دكتوره جيانا فاروق كويس وعارف قدرها في الكاراتيه في العالم. اتظلمت ناخد حقنا ازاي؟ من تعويض ميداليه ذهبيه الى ميداليه برونزيه. في اليات لكن اضرارها اكتر من منافعها. فعلا. لكن في اليه. فمصر خدت الاتجاه السليم ان هي ما اعترضتش على حاجه. هو ما فيش اعتراض في الملعب عندنا. الاعتراض في الملعب للمدرب بكارت. طب هل انا سمعت ان الحكم ده بالذات يعني قاصد؟ مش عايز اوصل للمستوى الشخصيه أنا دي. خلي بالك انا ايه انا غيرك يعني انا بسمع غير حضرتك. حضرتك بقى اللي تقول كلامي. عايز توضح انا 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 كلامي كده يوديني المحكمه. هنروح مع بعض. في مشكله. في مشكله في التحكيم اللي يثبت ان انا مانيش متجني او متحيز لبنتي. ان الاتحاد الدولي قبل اعلان النتيجه بثلاث اربع ثواني قبل نهايه المباراه نزل تويته. والكلام ده اتقال قبل كده في قناه تانية. وهم اللي كانوا مسجلين تويته مش انا. القناه الثانيه هي اللي كانت مسجلاها. حد ما قالوا ايه؟ قالوا مبروك فوز لاعيبه الصين بالميداليه البرونزيه. ده معناه ان جيانا فازت من المباراه لان الخسران هو اللي هياخد برونزيه. صح. فهم اقروا قبل اعلان نتيجه الحكام ان اللاعيبه الصينيه مبروك عليها البرونزيه تبقى جيانا متصعده الفاينل. تأهلت الفاينل. وطلعت نتيجة الملعب عكس ما أعلن وسحبوا التويتة بعدها ب 10-15 ثانية ولكنها مسجلة. مسجلة موجودة. الوقت بيجري معاك بجد. أنا عايز أقعد معاك ثلاث ساعات لكن هو بيجري معاك. يعني لا مش نمشي احنا قاعدين مع بعض. أكيد في أساليب حديثة دخلتها وطورتها في خلال 28 سنة. خلاص العلم 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 دخل. وفي حاجات ما قدرناش ننفذها. هننفذها إمتى؟ حاجات تتطلب امكانيات. امكانيات تكنولوجيه اولا. امكانيات انا طرحت سنه 93 او 92 كمان ان احنا نعمل في الكاراتيه زي الشيش علشان نخرج بره دايره اخطاء التحكيم. ووقتها كان الموضوع ده تكنولوجيا صعب. النهارده بقى سهل. اللي هو نظام الكونتاكتور والسنسورز زي الشيش بالظبط زي سلاح الشيش. وانه وانس ان يتحقق الاصطدام مع جسم الخصم السنسور ده مع السنسور ده يقفله سوا يديني بوينت على اللوحه ويبقى كده مفيش حكم. مفيش حكم. أحسن. في حكم ولكن احسن مفيش تشكيك. ولسه ما اتطبقش. من الحاجات اللي احنا عملناها قبل الاتحاد الدولي الكاميرا والفيديو. عملت ده 2009 وطبقته واستخدمته استخدام جيد جدا. وده ادى لان مصر راحت المغرب لاول مره في تاريخها تجيب 16 ميداليه في بطوله العالم الشباب والناشئين. ما شاء الله كلهم نادي اهلي؟ لا طب اغلبهم. كان في يعني اقدر اقول كان 40% خلاص. انا غيرت نظام التحكيم في تصفيات المنتخب قبل الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي مشي ورايا. ما شاء الله. ان الانذارات كانت بتحسب بنقط فلغينا ده واعتبرنا ان الانذار يتحسب على المتسبب على المخطئ دون ان يستفيد اللاعب الاخر بالنتيجه. الاتحاد الدولي عمل الكلام ده بعد كده وطبقه. التطوير ده مهم ومبني على الفلسفه بتاعه اللعبه مش على المزاج. عشان الفلسفه تقعد تفكر فيها. عشان انا بحبها. بتحبها قوي. عشان انا بحبها. هو اي حد بيحب حاجه بيفكر فيها كويس جدا. بالظبط. ثلاث فروع والرابع داخل عليك. هتوافق ازاي؟ النهارده 100 واحد هتدخل كمان 30 واحد هيوصلوا 130 جهاز. دي شجره. ما اتزرعتش شجره. دي اتزرعت بذره. وكل فرع فيها راكب على الجذع الام. راكب على الجذع الام. تاكد. فدي شجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. 14 باذن الله هنعمل دايما شغل كويس للنادي الاهلي. وهي دي قيمه النادي الاهلي. وفعلا دكتور بستمتع جدا معاك في الحديث. 28 سنه وهختم بالسؤال ده. ايه اللي دكتور مراد عاصم ما حققهوش لسه في ال 28 سنه؟ مفيش. اتكلم بصراحه واسف. انا لا 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 انا اسف. أنا دي حقيقه. انا قلت الكلام ده من قبل كان يعني قبل الاولمبياد. الحاجه الوحيده اللي ما اللي انا في 2015 قلت لهم يا جماعه انا عملت كل حاجه مش لاقي حاجه ثانيه اعملها. فجت الاولمبياد ادتني امل جديد. بس
بس هيتقطع في باريس 2024 وهنرجعه باذن الله. ليه ايه اللي حصل يعني ده خش طوكيو؟ فرنسا ما عندهاش امل في ميداليات، فقالت العب على ارضي لعبه مش هجيب فيها ميداليات. هو من حق الدوله المضيفه ان هي تختار الدوله المضيفه انها تختار لعبه تضيفها او اكتر. طب كويس، ما هي اللعبه دي موجوده. الكاراتيه اول مره يضاف السنه دي في طوكيو بناء على الدوله المضيفه اليابان. كويس. البطوله كانت هائله نموذجيه تستحق ان تكون دائمه، يبقى تفقد الدوله حقها في التنظيم في انها ترفض او تقبل. لكن دي المره الاولى، فالاجتماع بيتم والقرار بيتم قبل اولمبياد طوكيو ما تتلعب. يعني قصدك لو دي المره الثانيه كانت باريس ما تقدرش تقول حاجه. بالظبط كده. فالنهارده القرار ده اتاخد قبل الاولمبياد ما تتلعب بسنتين. هل انت حاسس ان احنا ممكن نكون في باريس 2024 متواجدين؟ في محاولات بس انا يعني الافراط في التفاؤل سفه. لكن في محاولات، المحاولات دي سياسيه بالمناسبه. من خلال الحكومه الفرنسيه ومن خلال مجلس النواب الفرنسي في ضغوط على انه الكلام ده كده ضد الرياضه، ضد مصلحه الرياضه. لكن هل هم هيستجيبوا ولا لا؟ الله اعلم. وان لم يستجيبوا في دوره بعدها. لا ياس مع الحياه. دكتور مراد، انا هقف عند كلمه لا ياس مع الحياه، وده ختام مهم جدا لمبادئ من مبادئ النادي الاهلي، ان طول عمرنا بنلعب في المقدمه. واعتقد ان تاريخك 28 سنه مع جهاز الكاراتيه انا بضرب لك بصراحه تعظيم. ربنا يخليك. انا ليه عندك جمله واحده بس. اتفضل. لو سمحت لي. اتفضل. انت سالتني من 3 سنين. حصل. قلت لي يا ترى لو الكاراتيه دخل العاب اولمبيه هنجيب ميداليات ولا هيطلع كنافه؟ حصل. قلت لك كده بصراحه. انت انا قلت لك انا برد عليك دلوقتي اهو، بقول لك ان دخلنا الاولمبياد وجبنا ميداليه، ولو دخلنا تاني هنجيب تاني. بس كل امنياتي الطيبه ليك. ربنا يخليك. وبالتوفيق لجهاز الكاراتيه، ونورتني وشرفتني، وبكون سعيد معاك. ربنا يخليك. وان شاء الله المره الجايه هخصص لك 3 ساعات. 3 ايام. 3 ايام. بس يا دكتور مراد، ربنا يخليك بجد. كنت سعيد جدا ان معايا دكتور مراد عاصم عشان نفتح ملف مهم جدا داخل النادي الاهلي وقطاع كبير جدا، وهو قطاع الكاراتيه اللي كله من داخل جدران النادي الاهلي، لحقوا بطولات عربيه وافريقيه وعالميه واولمبيه. بنشكر القطاع كله، وبنشكر كل لاعبين والجهاز، متمثله في الدكتور مراد عاصم. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الشاب الجميل بطل العالم ادهم معتز.